يعني تاريخ كبير وطويل وذكريات أكتر طبعا ليك يا كابتن نخلة. والحقيقة يعني دايما نبدأ مع ضيوفنا اللي بيشرفونا في البيت الكبير دايما بالبدايات، بداية انضمام حضرتك للنادي الأهلي. بس الأول نعرف نخلة، هو طبعا اسم حضرتك ما فيهوش خالص اللقب ده، أحمد السيد النعماني، ما فيهوش اسم نخلة في الآخر ولا في الأول ولا في النص، مظبوط يعني صح جه مظبوط منين؟ والله. هو يعني برضو يعني السؤال قلت لحضرتك ان هو اتسال قبل كده كتير جدا، ان احنا كنا يعني صغارين في السن، مثلا بتاع 9 سنين 10 سنين، كل في يعني عندنا في المنطقه مثلا بنلعب كوره، كابتن هاني كل الصغيرين بيلعبوا، ففي حوالي 20 واحد اسمه احمد. فانا كنت مميز جدا الحمد لله وانا صغير، يعني كان عندي مهاره وباين ان في موهبه، الولد ده هيبقى كويس او في الكوره يعني. ففي طبعا شخص يعني طبعا انا فاكر اسمه، طبعا اسمه عماد عبد الله، هو كان بطل من ابطال قمال الاجسام في محافظه المنوفيه يعني، فحابب يخليني مميز من وسط الاولاد دول يعني، فقال انت اسمك نخله، وانا كنت قصير كابتن هاني يعني، ما مش يعني مش طويل يعني عشان يسميني نخله، فانا كنت فاكره ان هو يعني بيستهزأ او حاجه، قال لي لا، قال لي بالعكس انا عايز اخلي الناس انت تعلم بالظبط كده، تعلم عندهم ان ايه انت غير دول يعني، عشان تبقى كويسه معاك شويه شويه. اوكي ماشي، اكبر الولاد دولت اللي معانا والناس ان قولوا له احمد نخله، قولوا له نخله، فمشيت احمد نخله. فغزل حضرتك مبسوط يعني بالاسم، وبقيت مميز فعلا بالظبط يعني، بقيت مميز فيها، واتعلق اسم احمد نخله بجماهير النادي الاهلي في فترات طبعا التسعينات. مظبوط، لعيب مهاري بتلعب برجلك الشمال ما شاء الله حبيبي يا كابتن، وحققت يعني 5 بطولات مع النادي الاهلي في فتره صغيره. بس خلينا نرجع قبل النادي الاهلي وكمان قبل نادي المقاولين، انت طبعا اتنقلت يعني النادي الاهلي جابك من نادي المقاولين.